ليزاسيست. هذه كره فات مكان مهديه محاوله المرور وضيع مره اخرى. ثم برشا تسرع وبرشا عشوائيه في وتصير سجل رغم الحارس حاول لكن رافع الجهاز يتمكن بالسجل. يبدو لي هنا بشوش برطاز ولا باش يعمل وقت مستقطع 4-0 تصور يخرج بالوقت مستقطع قرب او صار يكمل بالديكالاج ومن بعدها تكمل على لاعب الدائره ولا تكمل للجناح بعد على حسب التصرف الدفاع يلقاو الحل الحلول بالفعل مره اخرى النادي الافريقي فما اكثر ثراء من الناحيه التكتيكيه في الهجوم فما حركيه اللي تغيرت فما انيماسيون في الناحيه الدفاعيه هي اللي تغيرت صحيح. والمتابعه القريبه برشا قاعد فريق من الان للتسديد ممتاز رافض جيز ممتاز يتمكن وقتلها عنده لاعبين ضربه من بعيد معناها ديما عنده من عدنان وعفيف وبوسنينة من بعدها وصبح سيود وكريفه وغيرهم هو التسديد وينجح كمل العمليه الحكم يقول فماش مرور بقوه لا برشا في دفاع النادي الافريقي توصل الجناح مسكر الزاويه ترجع مجددا في الواحد ضد واحد محاوله المرور يحاول يربح 9 امتار باش يطيح لونتيجو يحاول يربح 9 امتار على الاقل باش يلقى وقت باش يعمل الدائره اوكي تلفت عمل مفاجاه يلقى الحارس قدامه صحيح تلقى حارس مفاجاه دونك في الحالات الكل تبدا الكره قريبه ليه تسلسل ممتاز تقريبا يكمل في 30 ثانيه اللي تقريبا مخصصه للهجوم ويوصل حتى للونتيجو معناها قريب مشارف اللعبه ممتازه جدا رافت الجازي 10 دقائق اخيره كنقول ولدك مهاري اكثر منك راهو هشام التركي رافت الجازي في الواحد ضد واحد يتعدى الدفاع يرجع لوراء وفما خطا هذا نفس الشيء ليه ما شوف كيفاش المدافع وقت اللي يعمل بيه الفانت واحد ضد واحد يقعد يقدم باش يعمل معناها يوقف الـ